والستيليت هو الليبريشن اللي بيشنو بيسبرينج اكشن. وات ذا بينيفيت اوف سبرينج اكشن؟ الفيروس اكو عندنا فور لين. اول لين تيجي ايكسيان اللي هذا نستخدمه وين بالبيدياتريك. ثاني لين تيجي عندنا 10 ميجا 10 سي ام سوري اللي نستخدمه وين بالنورمال ادلت بيشنت. هذا اللين هو يجي 12 والاوبي نستخدمه يجي 20. Before you use the brush, should be check the vacancy and spring function. This is the spring function. Should be checked. لأنه هذا إذا يعلق هاي بس تنسحب لبرا شوي أول كتبنون بس تدخل هاي الإجابة تدخل بالباور تسوي ليش بالباور. So should be check the spring function. After that should be check the vacancy. How we check the vacancy? نيدل صغيرون تجيبون سلنج صغيرون سوري تسحبون بها شوية فلود. هاي هنا هي بيها شنو؟ بيها هاي الحلقة. If it is barrel it means it's open. If it is barrel it means open. If it is to the right or left means it's closed. So if it is barrel it means it's open. هذا ستاندرد كل الانسكترومات بالستروسكوب باللابروسكوب بالبوركيوم. If it is barrel, if it is barrel it means open. If it is tilt to the right or to the left or clock or anti-clockwise it means it's closed. لا تشيك الفيتنسي ما الفيتنسي اوكي. After all the brass like a dart could be entering inside the peritoneal cavity. ورا ما تدخل داخل البيريتونال كافيتي to be sure inside the peritoneal cavity we have very important test. First test نسميه شنو؟ Section irrigation test. Section irrigation test هو هذا. نسحب شويه فلويد وندفع. بعدين نرجع نسحب الفلويد. إذا الفلويد ما إجانا يتمين this fluid inside the peritoneal cavity. إذا الفلويد إجانا يتمين we are pre-peritoneal cavity. pre-peritoneal بعدنا pre-peritoneal بعدنا ما زال في البيريتونيوم وهذا صار شنو collection localized area راح يجي. إذا سحبنا وإجانا بلاد مين we are inside the peritoneum. إذا سحبنا وإجانا شنو acidic fluid اللي هو your patient comes. إذا سحبنا وجانا يلو كلر مين وارد سايد ده أوكي. إذا سحبنا وجانا يلو مين وارد سايد أوكي. So this is section irrigation test. This is called section irrigation test. And another test we have اللي نسميه شنو hand and drop test. اللي هو إيه هذا خلي نقعد شوية صغيرة hand and drop test. على طول يمتص هذا الموضوع. ليش يمتص؟ لأنه البرشر داخل البريتونال كيوتي from the minus 2 to minus 4 from the minus 2 to minus 4 يسحب. البرشر بالاتموسفير أو سايد البريتونال كيوتي يكون أعلى يسحب. هذا نسميه شنو؟ هانجر لاين. أوكي؟ هانجر لاين؟ لا 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 سوري Another test هو بلانجر تيست. This is the بلانجر تيست. كلنا بدنا راح نورجيكم اياها الفيديو. If we have a time انتوا الكورس مالكم صغير انتوا جايين ممكن تجون بكير مشان نورجيكم كل الفيديوهات. اوكي؟ This is called بلانجر تيست. بلانجر تيست سوري. اوكي؟ Section irrigation test. Second test. إذا أجينا فلويد إنه اللي أوت إنسايد. No. We are in pre-peritoneal cavity. Okay. لازم نسحب ما يجينا الفلويد. الفلويد راح داخل البريتونيوم. Okay. And that test هو يا وين سمي؟ هاي الدروب تيست. الثالث تيست اللي هو يا وين؟ الفور تيست اللي هو يا وين؟ الكوادرومانومتر تيست. الكوادرومانومتر تيست اللي هو نعتمد عليه. ممكن يكون مثلا بالبطاطس او بالبابا او ممكن زراعة ممكن يعني لو بدنا نشيل عادة العامل بالظبط بس سكشن اريجيشن ممكن يكون سو نوت جارنتي يو ار انسايد سو ذا بيست سكشن اريجيشن تيست ذس ذا فيرست السكند هو الكوادرومتريك تيست ما تحتاجين كل التيستات تسويها اللي تحتاجين تسويه هو السكشن اريجيشن تيست وتحتاجين تسوين كوادرومتر تيست. اوكي؟ اذا انت حابب تسوي ريجولار تيست يو كان دو. بس نو جارنتي يو ار نوت انسايد ذا مزلز. نو جارنتي يو ار انسايد ذا بلاد.
لانه ما راح يحسب. بس مثل ما قالت انه البريشر ما يكون عالي بحيث انه يروح هو الميتي. اوكي بس اذا داخل البريتونيا كيفي تي البريشر ماينس ماينس 2 تو ماينس 4 اعطوني بيسحب هناك لا يظل معلي مش راضي ينزل. اوكي عند الفورث تيست هو الكوادرومتريك تيست. الكوادرومتريك تيست هذا يكون مربوط وين بالانسبريتا، هذا يكون الربطه هنا والخليج. اول قرعه تعطينا اياها تعطينا ماينس 6 ماينس 7 ماينس 6 ماينس 5 ايش مين يو ار انسايد البريتونيا ما راح يجيكم مباشره. اوكي القراءة الحقيقية هي القراءة الواضية كلش. لما راح نسوي تكرمون على الحيوانات راح تستخدمونها بشكل حقيقي، راح تدخلون وراح تشوفون البريشر داخل البلدونيك وتجي قد مختلف. اوكي؟ سو ذا كوادرومتر فيتس فيري سنسيتيف. فيري سنسيتيف. واحنا اضطرنا نعتمد على الكوادرومتر فيتس. سكشن ريجيشن تيست از فيري ايزي اند فيري نايس. ليش احنا نحب السكشن ريجيشن تيست؟ بيكوز ذا فيروس هاز وان ايز. وان ايز. الايز ان وان سايد. لما احنا داخل البريتونيا كيفيتي هاي الفور سي ام اللي ضفناها وقلنا ناخذ فور ونضيف عليها فور سي ام قبل ما تفتح البريتونيا راح تطلع بشوي لقدام ما راح تفتحها ميديتي لذلك احنا محتاجين نحسب الالاستيسيتي تبع البريتونيا راح تطلع بشوي لقدام شوي لقدام هاي احنا نعطيها ايش قد؟ نعطيها فور سي ام اضافيه راح تطلع لقدام تشوفون هاي البيش اللي علقت شوي لسه موقع هاي سم تايم تكون كلوز ذا اي لما اسوي لك كلوز ذا ايز اجري الساعه انا شو راح افتحها بالسكشن ريجيشن تيست بالسكشن ريجيشن ليه بالسكشن ريجيشن تيست لانه بالهانجنج دروب تيست والبلنجر تيست ما راح ادفع عني بهاي بريشر بس بالسكشن ريجيشن راح ادفع عني بهاي بريشر سوري على طول راح ادفعها اوفر في الساعه تقوم قراءه سو ذا بيست تيست هو سكشن ريجيشن تيست تمثل تو اكس هو كوادرون But don't forget we have four tests. Okay? I'm talking about the standard. Some surgeons not use the brass. It's wrong. To be a good surgeon should be safe surgeon. Okay? So this is about the brass. Before you use the brass, should we check the patency of the brass? The brain function of the brass and patency of the brass. And don't forget to check the presence of CO2. بعض الأحيان CO2 يكون ما مفتوح. CO2 خلصان. وانتم تربطونه وتبعوا على القراءات اللي عندكم بدها تطلع لكم قراءه حقيقيه. So other routine before connected together should be listening for the sound of the gas. اسمع من الغاز check it after that. Okay. The access is the key of success. لانه اذا انتم دخلتوا هاي وما قبلتوا بالشكل الصحيح راح تقدرون تفهم بيه تفهم بيه يصير تسحبونه. راح بعدين تدخلون جوا شوفوا عندكم انجري بالاومنتم انجري بالبصل انجل بالستومك انجل بالاوبريت انجل ماني ماني ديفرنس يعني اوكي سو ذا اكسس ذا كي اوف سكسس ذيس از اباوت ذا اوكي يس وي هاف فايف لوكيشن وي ار توكينج ان ان ذيس ان سيبريت كورس سيبريت لايك ذات كان هذا انا سامعه يعني قسم من هذه يقول لنا الزوم على هذا نو ات از رونج ات از رونج 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 هذا السبرينج شور اللي المنزل عليه بس هذا اللي صورته اقول لك هذا هذا النايف التقنين جوه اول ما راح اوكي الانفورميشن اوف ذيس كورس هي الستاندرد تبع لابروسكوبيك تبع هي السات اوكي اللي هو الستاندرد السي اف تي اما اذر التقنين ذير ار ميني ميني فاريشن ميني ميني فاريشن جود سيرجن هو السيف سيرجن وما حاطين لكم هاي التيم No, the angle of injury depends on your patient. If your patient is obese, so need to interact better. If your patient is thin, should be interact obese. Okay? But there is a problem when we are interacting obese. What the problem? Maybe sleeping inside the ring. Maybe sleeping. Above the peritoneum, like this. Right. Yes, right. So, from the peritoneum. Yes, right. You see, very big space. The space has the shabaka like a mutina. Between the interior abdominal wall and the peritoneum. Space is in the surgical emphysema. The group of telescope. You see, big space. Balloon to high end to end. Okay. How we can avoid it? بس بدون الجو. So the best interact هو شنو؟
Perpendicular as much as oblique. How we can create this? By form. So form. احنا لما نسوي فورم لما نسوي فورم الفورم كل الورم لو سمحتي لما نسوي فورم رفعنا شنو؟ اوبليك رفعنا ايش؟ اوبليك بس لما دخلنا وعفنا سو اوبليك بيرمنديكولار از ماتش از اوبليك اوكي يس لايك ا دات لايك ا دات يس اتس رايت لايك ا دات إذا دخلنا أوبليك ممكن ننفق شنو بريد للكونتر إذا دخلنا بيربنديكولار شو بيدايركت توورد ذا أنس واي إتس دايركت توورد ذا أنس لأنه بالأنس اكو عندنا شنو الهالو ساكرا كيبي بيج أريا هاي اسمه شنو فار أواي فروم أيورتا نيفر إيفر إن يور لايف وود بي بيست فريند لأنه بايفركيشن أوف ذا أيورتا 5 سي إم أبوف ساكرا فروم إذا دخلتوا أنتوا بالهالو ساكرا كيبي توورد ذا أنس كنتوا فار أواي فروم ذا أيورتا بس إذا دخلت بيربنديكولار not toward the anus لا تنجح في الأيرة بالنسبة so أنت لك بيربنديكولار as much as تتحايلون على الوار بتشيلون الوار وتطلون إيشي عليه بس تدور عشبوا نفسكم شنو بيربنديكولار but an obese patient بيربنديكولار okay because an obese patient you don't have a chance ما بي حتى لا من الشيء هنا ما بيجري okay Now this is about the virus, okay? Now what about the worm? The virus تطينا تقريبا 1 liter damage. فعنا قال فعنا قال لحد ما يصير الغاز تقريبا يوصل لتسعة الساعة نقدر احنا ندخل الورم. The first worm اللي هو شنو الكاميرا worm. بس يوصلنا الغاز لتسعة.